نرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت بيتك، والمقطع اللي احنا شفناه دلوقتي للأستاذ محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، وهو بيعلن البرنامج الانتخابي لهذا الحزب. هذا الحزب اللي بيدور حواليه جدل كبير جدا من ساعة ما يعني طلع على الساحة السياسية. الأسئلة عديدة جدا، هو ليه الحزب ده طلع؟ وليه هذا الزخم المصاحب لظهور هذا الحزب؟ وهل سبب هذا الزخم وهذا الإقبال على الانضمام لهذا الحزب قربه أو قرب محمد بدران شخصيا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ولا لا؟ هل الحزب حزب مستقبل أو وطن سيكون الذراع أو خلينا نقول الظهير السياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي ولا لا؟ طبعا الأسئلة دي كلها طرحت على محمد بدران من ساعة ما ظهر هذا الحزب، وهو في كل اللقاءات بينفي ذلك إن كان تصريحا أو تلميحا. لكن إحنا بننتهز فرصة الانتخابات على الأبواب، وهنطرح هذه الأسئلة ربما من منظور جديد، منظور آخر، على مؤسس ورئيس حزب مستقبل وطن، الحزب الشاب الذي يسعى إلى أنه يكون ملتقى لشباب مصر. نطرح هذه الأسئلة على الأستاذ محمد بدران اللي مشرفنا النهاردة في البيت بيتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. يمكن وإحنا قبل يعني ما نبدأ الحوار وإحنا بنجهز للهوى، يمكن أنا قلت لك أن قريت لك كم حوار في الفترة الأخيرة، ولاحظت أنك أنت بدأت تتعصب من الأسئلة المحرجة أو ما يبدو أنها أسئلة محرجة لك عن قربك للرئيس السيسي، عن وصفك بطفل المدلل للرئيس السيسي. أكيد أنت زهقت من ده، بس أنا لاحظت أنك أنت بدأت تتعصب وأنت رجل مفترض أنك تكون سياسي. ليه بتتعصب من هذه الاتهامات؟ لا ما تعصبتش إطلاقا ومش هتعصب إن شاء الله، وفي ثبات انفعالي قوي جدا وفي هدوء وفي إيمان بربنا قبل كل شيء. بس ممكن يكون السؤال بيطرق أو يعني شكل السؤال بيعبر عن اهتزاز قيم داخل المجتمع المصري. إزاي؟ يعني أنا لما أختزل الشخص في قربه من الرئيس أو تكون قيمته في قربه من الرئيس يبقى ذو قيمة، أو بعيد عن الرئيس يبقى ليس ذو قيمة. أنا شايف أن ده موضوع خطر جدا جدا جدا، لأن إحنا بننظر كده إلى دولة أخرى أنا آسف منافقة للرئيس، تمجد تصنع فرعون آخر. مفيش حاجة اسمها أنا قريب أو بعيد، في حاجة هذا الشخص بقيمه بأخلاقه بدينه بعلمه بكفاءته يقيم على حسب. لكن تقييم محمد بدران إذا كان جنب الرئيس في المحروسة يبقى هو شخصية محترمة، إذا كان أو كويسة أو كفاءة أو ننتخبه، أو هو بعيد عن المحروسة ما يكونش كده. في ناس عظام جدا بعيدين عن الرئيس ومخالفين ليه في الرأي، وكلنا بنحترمه ونقول لهم، فحاسس باهتزاز قيم جوه المجتمع.